السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. هنبدأ إن شاء الله النهاردة نشوف المعرض الخاص بالطاقة الشمسية اللي هيكون في السعودية يوم 30 و31 من الشهر الحالي من شهر أكتوبر. ده مقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. إحنا قلنا المعرض اسمه سولار شو كيس، إيه زي ما إحنا شايفين كده على الشاشة، في أكثر من 200 عارض في هذا المعرض، في أكثر من 150 سبيكر وأكثر من 5000 مشارك في المعرض ده. إحنا هنبدأ ناخد الشركات المشاركة في المعرض ومين الرعاة اللي موجودين في المعرض، عشان أنت كمهندس كهرباء أو راجل حابب تتعامل مع الطاقة الشمسية أو تشوف الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية وتبدأ تتعرف عليها. ودي مناسبة مهمة جدا، انت ممكن تشوف مديرين الشركات بيبقوا موجودين، ممثلين هذه الشركات بيبقوا موجودين هنا في الرياض، فدي فرصة كبيرة جدا اولا انك تتعرف على الناس اللي موجودة، تقدر تتعامل معاهم، تقدر حتى لو انت بتقدم على وظيفة او بتدور على شغل تقدر تقدم للناس دي وتعرض عليهم خدماتك او تعرض نفسك للناس العارضين عشان يعرفوك، تقدر تاخد كروت منهم البيزنس كارد تتواصل معاهم، بعدين تقدر تعمل كونكت معاهم في اللينكد ان، تبدا تتواصل وتشوف ايه منتجاتهم وتبدا تستفيد منهم، سواء كان انت تقدر تعمل بيزنس تبقى ديستريبيوتر لحد، تبقى من الناس اللي بتتعامل مع الشركات دي باي وضع في الشغل او البيزنس. فاحنا هنبدا نشوف هنا لما دخلنا على السولار شو كي اس اي، الراعي الرسمي مجموعة كابلات الرياض، ودي مجموعة كبيرة جدا تمام بتصنع كابلات وعندهم مصانع في أماكن كتير هنا في السعودية. لو احنا دخلنا كده اهو تلاقي هنا مجموعة كابلات الرياض، الرياض كيبلز جروب، هنا بيدي لك موقع، بيدي لك فكرة عن الموقع بتاعهم، هنا بيدي عن كابلات الرياض من نحن والرؤية والرسالة، وبعدين المنتجات دي حته مهمه جدا، وبعدين هندخل على الخدمات اللي بتقدمها شركه كابلات الرياض وايه المشروعات اللي هم فتحوها او شاركوا بيها او اللي استخدموا فيها كابلات الرياض، سواء كانت مشروعات محليه او دوليه، وعلاقتهم بالمستثمرين في الاكتتاب والحقائق والنتائج الماليه والكلام ده كله. وفي هنا جزء خاص بس والفعاليات والاستدامة والفروع الخاصة بهم، وتقدر هنا تشوف موضوع الوظائف ازاي تقدم معاهم في الشركة تمام. هنا داونلود كومباني بروفايل، ودي حتة مهمة جدا، لو احنا ضغطنا هنا اهو تمام هنقدر نحمل الكومباني بروفايل الخاص بكابلات الرياض، لما يجيش واحد مثلا بيعتمد كابلات الرياض في البروجكت يقول لك والله عايز الكومباني بروفايل، تقدر تحمل الكومباني بروفايل موجود على الموقع بتاع كابلات الرياض. انا دخلت كده اهو هنا اهو كده تمام، دخلت على الملف اديله سيف حفظ تمام، هيحمل لي، كان هنحمل كل الملفات دي يا اخوانا في داخل المعرض تمام. انا عامل هنا، عامل هنا معرض السولار ايه، انا اعمل فولدر اسمه كابلات الرياض شركه او مجموعه كابلات الرياض، ونحط فيها الداتا زي ما احنا هنشوف مجموعه كابلات الرياض تمام. وبعدين ندخل جوه الفولدر ده نحط الرياض كيبلز جروب كومباني بروفايل عندي سولار شو اهو مجموعة الرياض، وانا ادي حملت الملف. لو احنا رجعنا تمام هتلاقي انك انت خلاص حملت الملف الخاص بالرياض، تقدر تعرض الكومباني بروفايل، تقدر تشوف ايه المنتجات بتاعتهم ومتخصصين في ايه وهكذا. هذه المعارض، معرض سولار شوكيس ايه، عندي هنا شركة مجموعة كابلات الرياض، اقدر افتح البروفايل بتاعهم
واتصفح اشوف هم ايه المنتجات بتاعتهم. عايزك دايما قبل ما تروح اي معرض حاول بقدر الامكان تشوف مين العارضين، وانت شوف استفادتك كشركه او استفادتك كشخص او استفادتك كواحد عايز يعمل بيزنس من العارضين دي هتبقى ازاي. دي فرصه ان انت تتعرف على مجموعه كابلات الرياض، مين اللي موجودين، الاشخاص دول تاخد منهم البيزنس كارد تبدا تتعامل معاهم، تحتاج منهم بعد كده عروض اسعار، تحتاج منهم شغل في المشاريع. فمهم جدا ان انت تبدا تتعامل مع الاشخاص في المعرض وتبدا تشوف انت ممكن تستفيد من المعرض ده ازاي. ده زي ما احنا شفنا كده مجموعه كابلات الرياض والبروفايل بتاعهم اللي موجود على الويب سايت. طيب رجعنا تاني هنا في الموقع الخاص بمجموعه كابلات الرياض، نشوف المنتجات بتاعتها في موصلات خطوط الجهد المتوسط والعالي. هم شغالين في كابلات تمام الجهد المتوسط الميديوم فولتج والهاي فولتج، بيدي لك الخاص بالجهد المتوسط والعالي. كمان عاملين بعض اللي تقدر تستفيد بيها وتشوف. هنا في مواد الخام، في مصنع قضبان النحاس، في مصنع قضبان الالومنيوم، في مواد عزل الكابلات اللي هي البي في سي والاكس ال بي اي وبكر خشب وحديد، دي المنتجات بتاعتهم. لو انت رحت هنا مثلا المنتجات مصنع قضبان النحاس تمام، يبقى انت شوف الجزء الخاص بقضبان النحاس هيبدا يشرح لك وتصنعه بيعمل ايه وهكذا. هنا نبدا نشوف خبر رد كابلات تمام، تدخل مثلا هنا على الخدمات بتاعتهم، تركيب الكابلات، توصيل الكابلات تمام، الاختبار ووقت التشغيل في الموقع، المراقبه والاصلاح والصيانه، تصميم انظمه الكابلات وتصميم نظام التركيب والتدريب الفني على الكابلات. هو يقدر يدلك على المنتجات بتاعته تمام. المشروعات في عنده مشروعات محليه وفي مشروعات دوليه، المفروض في عندك مشروع زد مجموعه الرياض او كابلات الرياض موجوده في مشاريع زي مشاريع الحرم ونيوم والترو تمام، شاركوا في البلوك الساعه وشاركوا في مشاريع زي ما انت شايف في عزيز وهتقدر كل المشاريع اللي هم ايه عملوها، المشاريع اللي هم هنا ايه بنسميها في مشاريع دوليه تمام، تقدر تشوف علاقات المستثمرين الكلام ده في الفروع تمام، تقدر تشوف هم متواجدين فين، دي كلها في جبيل، جازان، في الباحه، في بريده، في الكفوف، خليج مشيط، في ينبع، طائف، تبوك، في المدينه، في حايل، وهكذا، في مكه، في جده، الرياض تمام. الفروع تقدر تدخل انت طبعا تشوف اي فرع منهم، تتواصل معاهم، ليهم ارقام تليفونات، تقدر ترسل على مثلا احمد علي ده اللي انت تقدر تتواصل معاه هنا في الرياض، ده مقرهم على طريق الملك عبد العزيز تمام، وده رقم تليفون تقدر تتواصل معاهم، تقدر تدخل على تروح تزور مجموعة كابلات الرياض. يبقى احنا النهارده كان بنتكلم عن سولار شو كي اس اي، سولار شو كي اس اي، وعرفنا ان الراعي الرسمي للمعرض هو مجموعة كابلات الرياض، وبدأنا نتعرف على شركة كابلات الرياض وبتعمل ايه وهكذا، وان شاء الله فيديو على كل شركة بحيث نتعرف عليها ونشوف الويب سايت بتاعها، وانت تشوف تقدر تستفيد اكبر استفادة ازاي من المعرض، ان انت هتقابل مجموعة من العاملين في مجموعة كابلات الرياض، وأشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بمعرض سولار شو. وعليكم ورحمة الله وبركاته.